عليكم البنات، معكم فاتي المجوهرات فاتي. اليوم غادي نقترح عليكم سريتلا مخرمة غزالة 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 رائعة، شي حاجة فنة منقوشة باليد كيف ما كتشوفوا. غادي نوريها لكم عن قرب. فوالا، فكيف ما كتشوفوا النقشة ديالها كتجي بحال هكا، كيجي الديزاين ديالها زويون. ها كيفاش دايره من القدام بالنسبة كيفاش كتحل، كتحل بحال هكا بحال هكا. الطابع ديال الديوانة عندها هنا، كتسد على هذا الشكل هذا. عاوتاني هذه سيكوريتي كنديروا لها بحال هكا. ها كيفاش دايره من الداخل. دابا غادي نحاول نوريها لكم البوسة. فكيف ما كتشوفوا اللبسه ديالها كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي شي حاجه اللي معمره اليد، غزاله عاطيه للعين، كتجي فنه فنه فنه. كيف ما كتشوفوا في اللبسه ديالها ها كيفاش دايره عن قرب. فوالا، السده ديالها كتجي بحال هكا كيف ما كتشوفوا البنات. هذه هي السريتلا اللي اقترحت عليكم اليوم، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، ومع مجوهرات فاشين ذهبي حتى لعندك. قبل ما تخرجوا تابوناو معنا في لاشين يوتيوب ديالنا، وبارطاجيو لا فيديو في لي ريزو سوسيو، وما تنساوش ديروا جيم لاباج ديالنا سور فيسبوك. و الا بغيتو تشوفوا لي زارتيكل ديالنا دخلوا لو سيت اللي تحت لا فيديو.